السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال مزيانة. وصفتنا لليوم هي عجين مورق مالح. بحال دائما خليكم مع الطريقة والمكونات، فرجة ممتعة. اول حاجه غادي نبداو بها هي العجينه. عندي هنا 500 غرام ديال الفرينه، عندي 175 غرام ديال الماء، تقريبا كاس عنبه عامر، عندي واحد البيضه، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، عندي معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال التحميره، هنا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال لاموطارد، عندي هنا بيكربونات الصودا، عندي معلقه صغيره ديال البزار، عندي هنا تقريبا 20 غرام، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، وعندي هنا 50 غرام ديال السكر حبيبات، تقريبا 2 معالق كبار. اول حاجة غادي نرطبو الخميرة ديالنا، نفعلوها. غادي ناخد شوية من السكر ونديرو مع الخميرة. هنا الماء ضروري يكون دافي، غير دافي يعني ماشي سخون. صافي، ونخليو هاد الخميره حتى تفعل. حنا غادي نجيبو العجينه، نديرو البزار، كنا معلقه صغيره ديال البزار، التحميره، الملحه، السكر، بيكربونات صودا. هنا وصلنا العجينه ديالنا، لقيناها هكا يعني تقريبا 900 غرام. غادي نديروا لها 300 غرام ديال الزبده، 300 غرام ديال الزبده. غادي نديروا هنا، عندي 150 غرام ديال الزبده سنترال، وعندي هنا 150 غرام ديال الزبده ديال التوراق. غادي نجيب واحد البلاستيك، غادي نحطو، نحاول نخلط هاد المكونات هادو بجوج، نخلطهم. Thank you.
بعد ما عجنا العجينه ودلكناها مزيان حوالي واحد 10 دقائق، درتها في الليمونتير هذا سلوفان ودرتها في الفريكو باش تشد راسها مزيان. خلطنا الزبده كما شفتوا معايا مزيان ودرنا هذا المربع. دابا غادي نطلقوا العجينه ديالنا وندخلوا فيها الزبده. هنا من بعد ما درت 3 ديال لي طورناج زدتهم دوبل طورناج اللي كتبقى 5 ديال لي طورناج. شوفوا معايا نوريكم الفيلطاج كيفاش كيجي رائع. صافي هنا العجين ديالي قسمته على 3، غادي نصوب معكم وحيدة. وهنا من بعد ما طلقنا العجينه وشكلناها خليتها تخمر، من بعد ملي خمرات دهنتها بصفار بيضه وصوص الصوجا ودخلتها للفران على درجه 200 حتى طابت.